سوي طحين حق الكباب، سوي حلب زور، ونبرز أشياء وايد ما ظن علي نبرزها. إيه برزنا كل شيء الحمد لله، الله يعودنا علينا وعليك إن شاء الله. آمين. وأنا والله مشترك إلا عني عايزة تشتغل، متمنى قاعدة في البيت ويبون لي أغراضي. إيه عايزة الأول. إيه أنا زوجي ما عنده ولا يدلعوني أنا. حتى حق الفرج تجيب. إيه تجيب حق بيت الضوعين، تجيب حق بيت الروشة كلها. ما يبون لسه مشطرة يقول يعني. تروح تجيب كل يوم تروح تجيب. إيه لأن دون لنا إحنا السوق ما شيتوا. وحين أحلى رمضان غير والله أحلى رمضان. بس يعني إحنا اليوم علو من صف الرابع يصومون إحنا. إحنا إيش كبرهم ولا يصومون؟ والله صاد. فأحد فاس في مرض سكر ولا شيء يقولوا بس مصايمين نسوان إيش كبار ولا يصومون وايدنا. أقل شيء صوموا ويصومون. يقول بس إحنا اللي فينا السكر بس يطالعون كل يوم طالعين. إيه. ما يصومون والله وأنا سويت أنا عارفهم وأقول أنا أتعجب عليهم. هل تأكلون وسط رمضان قلت ما نعبر. ما عليك منهم كلهم عيوي رذلين.